وقصة الأدوية بقى اللي منتشرة على الإنترنت، وإنه الناس تشتري أدوية من على الإنترنت، شوية أدوية برد، شوية أدوية خاصة بقى بالتغذية والتخسيس، وفي كلام صادم من هيئة الأغذية الأمريكية الـ FDA عن مسألة المكملات الغذائية أو العلاجات الخاصة بالبرد اللي بتتباع أونلاين. وطبعاً سعرها بيكون مختلف خالص عن الأسعار اللي موجودة في الصيدلية، وده اللي بيشد الناس إنها تشتريها. لكن جودتها إيه؟ ممكن تعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه من دكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة. مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا اهلا استاذه هدي، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحه والسلامه، ويا رب ومصر بخير دايما. يا رب. دكتور، دايما ندخل كده نلاقي اعلانات على بعض المواقع خاصه بادويه، الادويه ممكن تكون بقى ايه، مجموعه البرد، عايزه تخسي 10 كيلو في اسبوعين، حاجات كده يعني، وتلاقي الاسعار مختلفه خالص عن الاسعار اللي احنا بنطلبها من الصيدليه. المفروض الناس تتعامل ازاي؟ تتحقق ازاي؟ ويعني مع الاخذ في الاعتبار انه احيانا الصفحات دي بتحمل اسماء دكتور فلان، صيدليه فلان، الناس المفروض تتعامل ازاي وتشتري الادويه اونلاين ولا لا؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، نيجي نقول حاجه بعيده خالص. احنا دلوقتي الناس الشراء الهدوم اونلاين مثلا، بتبقى احيانا تيجي صغيره، احيانا تيجي مش مطلوبه، ما بالك بقى حضرتك الحاجه اللي بتخص صحه البني ادم، اللي ممكن تتعارض، والاف دي ايه نفسها هي اللي قالت ما تعملوش كده. يعني المفروض ان الادويه دي بيقال انها جايه من بره، فيعني هي غير، يعني الاف دي قالت لا، ده يا جماعه انتوا لازم تاخدوا من مصدر طبي. احنا دايما بنقول، وكل الاطباء زمايلي وكلنا بنقول في كل الاماكن، ارجوكوا عدم صرف اي دواء بدون رشد، ولا نشتري الدواء. يعني هو طبعا في امريكا بتتباع اون شيلف، يعني بتتباع الحاجات دي في السوبر ماركت، المكملات والفيتامينز والكلام ده صحيح. كله ده اكتر حاجه بيحصل فيها كده الفيتامينات. نعم يا فندم، اكتر حاجه بيحصل فيها كده الفيتامينات. بالظبط كده، بتيجي حضرتك عندي مسافره، طب هاتي لي معاكي كالسيوم، طب هاتي لي معاكي كولاجين، طب هاتي لي معاكي ريمال، ده مش ده اسم طبي يعني، مش اسم دواء معين. هاتي لي وازايز كبيره، ودي هتكفيك السنه كلها والكلام ده كله. اولا الخط من ورا مثلا انستراكشن مكتوبه بخط صغير جدا، زي ما كانت في حاجه ادويه بتيجي من الصين، مقويات وجنسن وقصص كده، وبرده ما احناش عارفين مكتوبه بالصيني، ما احناش عارفين اضرارها ايه، منافعها ايه، هو مخلص نفسه وكاتب انستراكشن واحنا مش عارفين. لا طب معلش عشان نعرف نفهم بقى، لازم روشتة، وروشتة اكون انا عملت التحاليل ورحت للدكتور اللي يفهم حالتي وهو اللي ينصحني. طيب انا دلوقتي في صيدليات بالفعل بتبيع اونلاين، انا اتحقق ازاي لو انا شاريه حاجه اونلاين ودي خلاص طريقه بيع موجوده وموجوده في كل حاجه، اتحقق ازاي من الدواء اللي جاي لي؟ اللي لو لقيته يبقى كارثه، ولو ما لقيتوش برضو يعني ما ينفعش اخد استلم الدواء ده من الدكتور بتاعي. يعني انا دايما يبقى عندي التحاليل، يعني دايما يبقى مرجعي. وحضرتك شايفه ان احنا ما نشتريش اصلا ادويه من غير ما ارجع للدكتور؟ لا ما ينفعش. انت عارفه المصريين يعني، احنا دكاتره يعني نفسنا. يعني دايما اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اي دكتور في مجاله هيبقى بروفيسور كفايه قوي في انه خد ده او ما تاخدش ده. افضل كده، انما انا اطلع دواء من شنطتي واديه لحد؟ ده انا عايزه اقول لحضرتك، اللبان حتى الجم مفروض ليه انستراكشن معينه، يعني في بعض انواع الجم مثلا بالاسبرتام. وده غلط جدا، فيعني لا لازم يعني طبعا نقرا الانستراكشن كويس قوي من اي حاجه نشتريها. تاني حاجه لازم دايما اسالوا الدكتور. ما هو الدكتور مش هيرجع يبص على علبه الدواء برضو يا دكتور، انا كمواطن اعرف ازاي الدواء ده ممكن يكون مغشوش ولا لا؟ خصوصا زي ما بقول لحضرتك انه في ادويه احنا بنشتريها بسعر اقل من على الانترنت. انا لا افضل اي شري ادويه من على الانترنت، معلش يعني ارجوكوا، حتى لو كان فيتامين. وايه يعني رايك في موضوع طب انت لو عايز فيتامين، طب ما ناخد، ما احنا عندنا اهو، انا بدل ما تشتري وتدفع فلوسك في دواء قد يكون بيضر الكلى بتاعتك، قد يكون يضر الكبد بتاعك، قد يكون ممكن ياخر يعمل لك اي مضاعفات، طب ما تاخد الحاجات، يعني بدل ما تاخد فيتامين سي، طب ما تاخده من الفاكهه، من الفاكهه تاخده من الخضروات، ما احنا بلد بنزرع يا جماعه. الكلام ده معمول للبلاد اللي هي مثلا عندها جليد، عندها ما فيش زراعه، بيلجأوا للحاجات دي عشان تكمل لهم العنصر، ما فيش شمس، احنا كل ده عندنا الحمد لله. طب يا دكتور، الناس اللي بتاخد ادويه تخسيس، وحضرتك بتتكلمي عن انه ناخد ادويه ازاي من غير ما نرجع للدكتور، واعتقد انه ادويه التخسيس من اشهر الحاجات اللي تعمل مشاكل في الكبد والكلى والمشاكل اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها. بالظبط، تعمل انسلين اوبستراكشن كمان، ضيفي عليها ادويه التخسيس، ممكن ناس تعاني من انسداد في الامعاء.
ممكن ناس تجي لها اكتئاب لو في منهم حاجات بتخاطب السنترز بتاعت الاشباع بتاعت المخ، وممكن يجي لهم اكتئاب. فطبعا ده كل ده خطر خالص. يعني احنا بنقول اي دواء مش في محله ممكن يضرب الكبد والكلى. دي في بقى على ادويه التخسيس دي، ان هي ممكن تعمل التهاب في الامعاء، ممكن لا قدر الله تعمل اكتئاب. هقول لحضرتك في حادثه شهيره قوي بتاعت الكركمين، ابسط حاجه يعني، اللي كان الكركمين اللي بيصلح لكل الامراض، يعني بيخسس ويتخن. ويعني طب ازاي حاجه بتخسس وتتخن؟ يعني طب ازاي؟ فما نشتريش ادويه من على الانترنت يا دكتور غير لما يكون الموقع موثوق فيه او الصيدليه موثوق فيها اسمها او الدكتور قال لنا روجيتا. صحيح صحيح. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعه القاهره. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.